أهلا وسهلا. ولا وين رايحين؟ بدي أحكيكم عن اختبار بس كون بمجتمع ونادرا ما كون. يلي بيزعجني أكتر شي هو الجدل يلي ما بينفع. بحب هالكلمة، خير الكلام ما قل ودل. في تفصيل ممل، نقعد بين الناس بسمعهم بيحكوا ساعة واثنين وثلاثة، بقول لا شو حكيوا، ما بعرف، سامحوني. لهالسبب ما عندي زيارات، ولكن لما بعطي دورات وركشوب بقولن كلمة اللي ما قلها لزوم ما تلو. بحب أسألك سؤال، بقدر أسألك سؤال؟ ليش رح تسأليني جواب؟ ليش حدا عنده جواب؟ ما كل سؤال سؤال، الجواب منه موجود إلا بالقلب، بس الجواب يلي بالجيب جواب السرسرة. نعم، ببيت السلام. أهلا وسهلا فيكم. تنين، الثلاثة، الأربعة، الخميس، الجمعة، السبت. تنين إن شاء الله بس كون دايما موجودة، بفتتح الدورة وبقول لهم ما حدا يسألني وما حدا يجاوب. تنين والتلاتة والأربعة والخميس والجمعة والسبت كلنا بنشتغل عليكم ومعكم، وأنتم بتشتغلوا معنا كل الأسبوع من السبعة الصبح للسبت الصبح، من التنين للسبت. السبت أنا بسألكم سؤال واحد، مين ما شايف فرق يرفع إيده؟ ما حدا بيرفع إيده خلص، لأنه التنين رح تسألوني أنا مع سكر وأنا مع سد وأنا مع سرطان وإدخال وزارته. تركونا نحكي، عيشوا الاختبار ست أيام وبعدين احكوا أنتم. عند الامتحان يكرم المرأة ويعين. رح تسألوا أسئلة سألتوها لكل الأطباء، رح تعال كل المستشفيات، أمك وبيك وخالتك واستجد وقريت وكتب، ما عملتوا شيء. فإذا هلأ اسكتوا وهيك بس كون بدورة. أنا معكم ثلاثة أيام، احنا سوا ثلاثة أيام، ما بدي ولا سؤال. سؤالاتكم مثلكم، لو بتفهموا ما جيتوا. فإذا جايين تتعلموا شيء ما بتعرفوا ما تسألوني السؤال، رح يطلع ما بتعرفوا السؤال. رح أخبركم شو عملت هون بعمان اليوم، كان آخر يوم. هيك قلت لهم ما بدي سؤالاتكم. وفي منهم يزعلوا يقولوا الباب مفتوح، كثير قاسي ومعي سيف، بس يعرفوا إنه الدورات اللي عم بعملها بالأمة العربية هي آخر دورة. رح أقعد بالبيت وأهلا وسهلا فيكم. ما فيني قلكم تقريبا المجانا أو شيء بسيط، ما بيخدم. الأمة العربية بتكرم الحذاء مش الفناء. ما بدي أخذ مثل أمريكا بتدفع 10,000 دولار تتقعدوا معي يوم، مش 24 ساعة 7/7 you go to heaven. هون لا، بالأمة العربية جينا هون على الدورة شخص يمكن 300 كيلو، قلنا له أهلا وسهلا مجانا، ونعطيك أكل مجانا ونعطيك الكتب. أول يوم تاني يوم ستنا فيك تساعديني، ما عمره 30 سنة بعده مصاري وبدي سافره على أمريكا. بأمريكا بتدفع 10,000 بالنهار حبيبي وبتسكت، جدل ممل وتفصيل ممل ما في. بيدفعوا سلف وبيخدوا كتب، بيقعدوا بيقروا كتب وأفلام وأشرطة، بيحضروا حالهم شهر تيجوا على المؤتمر. هيدي أمة تقرأ لا تقرأ، هيديكي تقرأ لهالسبب لك وين نحن وين هن. فإذا في جدل ممل. في واحد إجا لعن معلم كبير وقال له جاي اسألك، صب له قهوة، انتلى الفنجان، انتلى الصحن، صار يدلو. قال له عندي نكب. قال له هيك عقلك، فكرك مليان، شو جاي تعلم عندي؟ رح فضي لي فكرك. وتعب بعد 7 سنين. المعلمين السالكين مش سهلين، بتدفع حياتك مش مالك مال مشي حياتك. قال له وين حطيت حذائك؟ قال له برا على الباب ومع شمسية. قال له الشمسية على يمين الحذاء أو على يسار؟ قال له ما بعرف. رجع بعد 7 سنين. من سهل طريق السالكين. تسمعوا شو عم بيحكوا الناس، افتحوا التلفزيونات كلها،
شوفوا هالبرامج اللي وصلتنا لهالبرامج، شوفوا شو صار بهالأمة وشو عم بيصير من ألوف السنين لليوم. هلأ في تلفزيون توحد العالم. وقت كندي قال بدنا نوصل على القمر بهذا التاريخ، وصلوا. بدنا نلغي الحروب بهذا التاريخ، نقتل. فإذن هالفكرة بدي حطها براسي، بدي اهتم بجسمي 6 أيام صمت، غيروا أكلكم شوفوا شو بصير. ساعتها بصير في عنا اختبار وصدق، ما بقى نقول مريم كذابة وهذا كذاب. إذا عم نقول مريم كذابة يعني تب النبأ الشريف، يعني ومن كل شيء ذكر وأنثى كذب، يعني القرآن، يعني انتبهوا. ما في شيء جابته مريم نور من عندها، ما عندها شيء، موجود بالطبيعة وبهالنظام وبكتب الله وبالعارفين، بس نحن عنا جهل. فإذا الجدل بدون عقل. اسمعوا حديث، هل بتقلي دخيل بحب اقعد معك بس شي ساعة؟ عمرها سنة عندها خوف من كلى ومتانة أعضاء تناسلية، بسألها قديه ضليتي تعملي تبول لا إرادة؟ بعدني. الكتب قدامكم بكل بيت، حد المخدة يا جليس، وأحسن جليس وأفضل جليس وخير جليس. أنا عندي كل كتبك وعندي سكري، سكر سكر الباب عليها. بدي ضيع وقتي مع أموات، دعوا الأموات يدفنون بعضهم البعض، مش لأني ما بحبهم، لأني بحب نفسي، لأنه حتى الأنبياء ما بيقدروا. إنك لن تهدي من أحبب، أبو جهل. ما فينا لها ما نستكبر ونقول نحن قادرين، أنا بغير العالم. بالأول غير نفسك بس، إذا ضويت شمعتي مين ما إجا فيني يضوي له شمعته إذا هو بده. وإذا أخذت الفرس عطشانة بتشرب، وإذا الفرس منا عطشانة أخذتها على النهر ما بتفتح تمها. نخلق العطش فينا، نيال العطشانين، والعطشانين بيعرفوا يروحوا. الشجرة العطشانة بتمد شلوشة على النهر، غيروا النهر غيرت الطريق شلوش. إذا الشجر بيعرفوا كيف البشر. فإذن بدي أنا دق هالتمثال هالحجر ويصير بشر. بدي انحط حالي مثل ما بنحط الطنجرة تتنضف، بقول له يا الله أنا عم نظف الطنجرة، وين تنظف هالمرأة؟ بكل شغل بعمله هالمرأة، منام بقوم بحكي. ما بحب الجدل لأنه ما بينفع. اللهم نجنا من العلم الذي لا ينفع، العلم يعمي والجهالة تعمي، وكلاهما بلا. بحب كون مع أهل الفطرة، أهل اللي عارفين منهم عارفين، ونقعد سوا نختبر. تتذكروا العالم الكبير اللي قعد بالزورق وقال له للبوتمان خدني على تاني ضفي؟ قال له يا بوتمان، صاحب الزورق، بتعرف بعلم النجوم استارولوجي؟ قال له لا، انا زلمي لا بقرا ولا بكتب، ما بعرف الا بهالزورق. قال له راح ربع عمرك، ما بتعرف بعلم النجوم وبتشتغل بالزورق؟ ما بعرف يا بوتمان. بتعرف بعلم الويفولوجي، علم الموج؟ قال له لا، انا قلت لك ما مني متعلم، بس نص عمرك راح وزورقك بالبحر وما بتعرف. بتعرف بعلم الهواء؟ قال له لا. ويندولوجي؟ قال له ثلاث ارباع عمرك راح. بعد شوي صاحب الزورق قال له
بيك بروفيسور، يا أستاذ الكبير، يا معلم، بتعرف بعلم السويمولوجي، علم السباحة؟ قال له لا. قال له إراح كل عمرك، انفخت الزورة، إذا ما بتعرف تسبح بخاطرك. الحياة بدها علم السباحة، علم التسبيح، علم لتكن مشيئتك، علم الإعجل وتوكل، مش توكل بلا ما إعجل. فإذا الجدل البيزنطي إذا الملك ذكر أو أنثى وصلنا له دايما هيك، بين مسح القدم وغسل القدم لن يبقى لنا قدم بين الأمم. كيف منمنع هالجدل وهالسرسر؟ اختباري، وانتو كلكن أحلى وأقوى إن شاء الله. حاطة عباب البيت قبل ما تدق الجرس ورقة هيك حلوة كتير مزينة، شكرا لعدم التدخين شوية، شكرا سكرتوا التليفون، شكرا شلحتوا من اجركم. عندي مطرح حلو على هالقد صغير المدخل بس مدبر، بيشلحوا من اجرهم بيصفوها على رف الاحذية، في زهور وفي اشياء حلوة كتير. شكرا سكرتوا دماغكم، انا مرة ما عندي عقل وما بفهم وما بدي جدل. www.welcomehome بس أهلا وسهلا، بيتضحكوا بيقولوا يمكن معها حق يمكن مجنونة ما معها حق، بس اخدي الموعد وجايين اني بإرادتهم. بأميركا بيدفع كتير قبل ما ياخد مني موعد، هون مجانا بدي اتحكم. هيدا بيتي مش عاجبك، مع السلامة. بيشو كتار منهم بيقولوا لي لو نحن منطبع هالنظام ما مرضنا، ما عنا هالتعاسة وهالمخدرات وغيره، بس بفوتوا بعرفوا. قالوا لي دقيقتين شو جاي، ليش شو جيتوا تعمل، شو الموعد، ليش يدي اجي راسي عيني هيدا كتاب، ما عندي شفاء جسدي. بس اذا انت بتحب تتعرف على نفسك، تعرف حالك شو جاي تعمل ومينك بهالدنيا، اهلا وسهلا، هيدا كتاب على الدورة. بس أنا كنت بدي خبرك عن بيي، عن أمي. الباب بعده مفتوح 5 دقايق بس. إذا شفت إنه جاية تكون حدثته على التليفون قلت له إيدي إجري راس عيني ما في، إذا عندك مشروع بتتعاون بنساعد بعضنا للخدمة مش للتجارة، بيقول لي إيه 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 بصدق، بيجي 99 كذابين بدهم بس يشوفوني عامل كبسة زر وتحت المرتو كبسة زر، هيك كل شيء كبسة زر. بس إذا هالإنسان حقيقة إنسان وعم بيسعى للإنسانية، أنت صاحب الدار والعين أكبر من الدار. في منهم كتير شبعوا بلشوا يرجعوا إلى البيت الأساسي، بيت المعمور. بيكون حديثنا ورقة وقلم واخد خطوات، وشو بعمل بهالخطوة؟ منتعلم من غلطاتنا، بيقولوا أنا هون غلط بعد نتحسن فيها يمكن هيك أفضل. فإذا أي إنسان ما بده الجدل البيزنطي، مسح قدم غسل قدم من هون الكوع، لا من هون في علم، بتصير تعرف شو يعني الكوع، بتصير تعرف شو يعني هالسبع مقامات، شو يعني الوضوء، شو التيمم، كل شيء بالعلم، وبتحترم العلم وأبعد من حدود أي مقام بالعلم. بتصير قاعد وحدك ومنك وحدك. مريم نور تقعد قدامهم بتسجل 6-7 ساعات ما بتتحرك، لا ورقة ولا قلم، بيقول لي كلمة محمد ببني عليها نعمة من الله. الله عنده النعمة، مريم عندها تمة، وهو عنده الكلمة، وانت عندكم الدينة، سو كلنا بنسمع وبنحكي من خلال بعضنا البعض. بدنا نعمل أعمال ما فيها ملل. أهلا وسهلا فيكم، كلنا بحاجة
لبعضنا. صاحب التاج محتاج، ولكن الجدل يلي في ملل بدنا لا يمل مش ملل. فإذا شو الخطوة يا مريم؟ طبعا ما يكون عندنا جدل هيك وتقطيع الحكي. العطش إلى الكتاب كتاب واحد، العطش إلى برنامج فهموني قبل ما تعاتبوني. اسمعك كل يوم على التلفزيون مش على السي ان ان بتحكي، ما برد على الطريق. في كتير بعتوا لي مريم نور مريم نور. في ادب بالطريق، ما عندي شيء على الطريق. اوقات بقول له مش انا وما بحبها، لا نحن بنحبها، ما برد لانه رح يسالني راسي ايدي اجري عيني. ما في اهتمام الا جسدنا. في رجل غني كتير اسمه جوينكا، معروف أول من عنده طيارات لقلو هنده. فأتي ببوسطن شي 20 سنة، عنده وجع رأس. العالم ما قدر يشيل له وجع رأس. قالوا له في واحد مثل مريم نور بهلة بس قاسي ما بيطيق حدا، عنده مركز بالهند للفقراء كلهم بيروحوا. العلم اسمه فيباسانا، يعني راح لهم فقراء معه حرس معه طيارته وغنية سيارة. قابل هالدرويش 20 واحد بفرد أوضة بيناموا، هون النسوان هون الرجال. شو هي الأكل؟ قابله قال له أنت جوينكا؟ قال له نعم. قال له رحت على كل مستشفيات العالم. قال له إيه؟ قال له إذا جاي تصحح لك راسك روح حط راسك بين الروس وقول يا قطعين الروس، بس إذا بتحب تتعرف مين اللي حامل هالراس وبلا راس، مين اللي حامل هالجسم وما عنده جسم، خليك هون حرسك كله بترجع، طيارتك بترجع ومع الركاب بتروح. تقعد 10 أيام هون ما فتحت دماغك رح يقعد الأوضة. عنده غير مهرب منه، ما بقى فيه. قال له بتتعرف على حالك وبعدين انت اذا بدك بتشفي راسك ما بتشفي راسك. شو بتعني شرفت؟ هيدا مش مشفى، هي مقبرة. قال له طلع هين قعد 10 أيام وطلع وفتح بكل ماله فيباسانا ريتريت حول العالم الا بالعالم العربي. وقت اللي شفته أنا قلت له ترجونا معلمك شاطر ومعلمي نفس الواحد، ليش يا جوين كما بنفتح بالعالم العربي؟ كلهم بيقولوا لنتبه من العرب والمسلمين. إن شاء الله هلأ بهالمحطة هي عليه من اللون صار عندنا ناس بدأ الوعي مش وعي، صار عندنا ناس بدأ الرب مش المكب، لا شرق ولا غرب، بدأ الحب مش الحرب. شو هني هالمراكز الفيباسانا؟ بتروحوا 10 أيام ولا كلمة ولا بتطلعوا بالناس، العينين بالأرض، وبتقعدوا 20 ساعة. بين كل ساعة وساعة بتمشوا 5 دقايق وبترجعوا تقعدوا. وفي برنامج انتو ما بتحكي، المعلم بيحكي ساعة أو ساعتين بالنهار، أشرطة قدامكم، صمت تأمل. أوقات المعلم يكون عم بيحكي وبيقول فريز، انت عم تتحرك وبتعمل هيك فريز جمله يعني ساعة 2 3 4 5 6 قد ما بيقول المعلم تجمل. بصير تراقبه الوجع الأفكار وين انه ولا عينك بترف. الأكل من بعد الدورة اللي عملت، عملت كم دورة، صرت تروح أخدم بالأكل نباتي، رز كامل، خضرة، قليل بقوليات، أعشاب بحر. في الأكل 24 ساعة، اللي بيحب يأكل محطوطة الطاولة. ما فيك تحرك شوكة بالصحن
قد ما بتحط لك تيكو. أول يوم بتتروى، ثاني يوم بتتغدى شوي، ثالث يوم ما بتاكل، بصير في طاقة غريبة ما بدك تاكل. منكون بالمئات أو بالألوف الغرفة. أول مرة كنا حوالي 50 مرة حمام، كل ما بدي روح أتحمم ما في حدا بالحمام، كلنا هيك نتعشى. الرجال النسوان منلتقى بغرفة التأمل، ما حدا بحكي حدا، حتى المرة ما بتشوف جوزها. فصل، بتقطعت الأنثى، بتقطعت الذكر، بتقطعت الأنثى، بتقطعت الذكر. من بعد 10 أيام بيقول بحب يحكي، ما بيطلع الكلام، كله جدل بيروح. بيقعد شخص ورا طاولة وبيقول صدق، معك دولار معك مليون، ما حدا بيسألك وين ضميرك. كتار اجوا عرج ومشيوا، بتلاقي هيك حاطين عصاية اذا حدا بده عصاية، كتار تركوا تيابهم اذا بتحب تلبس تياب، هاي اوضة تياب للنسوان هيك. كتار اللي بيتركوا حتى فرشة سنين اذا بدك، بيجوا معهم تيابهم بيروحوا بلا تياب بطولهم. حول العالم فتح مراكز ومشيت، الناس بتعيش الكرم ومنعيش الفقر والغنى، متطوعين كلنا. بالعالم العربي ما لقيت التطوع واجب. بالجامعات بالمدارس شرق غرب ما بيتخرجوا ولادكم من هني وصغار للكبار إلا ما عندهم ساعات معينة خدمة مكرسة. فإذا 10 أيام و20 يوم و60 يوم و6 شهور نسيت اسمي ونسيت، وصار عندي بسموه no dimensions، ما بقى في أبعاد وما بقى في بدماغي خريطة. لهالسبب يقولي بتتذكري من كم سنة شفناكي كان عندك صرمية من 40 سنة؟ مريم بتتذكري هيك لونا بني ولا عقلة بعد بالصرمية من 40 سنة؟ هيك موقفة هونيك ضاربة فريم بالتياب وبالصرامة. هيدا دورة كتير أصحابي اللي منعيش سوا ما بعرف أسميهم، بصير بعيط لهم حنا بيرد الرجال، حنا بترد أهين شي حنا وحنا بيعرفوا بيردوا عايشين سوا سنين. راح اسم لأن تعلمت أنا مش اسمي ولا جسمي. فإذن الجدل بالأمة العربية هيدا أكبر مرض، وصاحبته مهرية. قال العقل زينة وصاحبته حزينة. نعم، ما عنا إلا شريعة ومشارعة بلا شراع. راعي ما عنده خرفين وهو راعي خرفين، شو منعمل تما يكون عنا جدل؟ منعوه من حياتكم. إذا حدا بده يحكيني، تلاميذ اللي بيدرسوا ببيت السلام نعم بعطيهم 5 دقايق بعرف إنه رح يسألوا شيء. بس هيك جاي ست تشتري من بيت السلام وشافتني، يا الله جاي يشوفي، جاي من الشام من سوريا تشوفي، هيدا ابني معه كوليسترول، يا الله كيف فيك تشفي؟ ما برد أبدا بإيدي إنه ريما بتحكي معي. شو حملنا مهزبة مثل ما هي على التلفزيون؟ لا ماني مهزبة لا على التلفزيون ولا مع الإنسان، مهزبة مع الحق. إذا أنا ما بدي حصن نفسي وأعمل دفاع، هيدو اللي بيحبوا إنه يجاوبوا هو بالصالونات تيقولوا عنه شو لطيفة هالمرأة وشو لطيف هالرجل، هيدا كذب سياسي اسمه polite politician،
هودي مافيا، مافيا الروح. اللي يلي بيقول أهلا وسهلا مدام، كيفك؟ كيف الصحة؟ اشتقني لي. الحمد لله، أهلا وسهلا فيك، من زمان نحن ناطريني. كذاب منافق إيه بالأخلاق. إذا طلبت كباية مي ما عنده يعطيني. ما تصدقوا المجاملات، المجاملة والجدل. ما في جمل بجامل وبقطعني الصحراء. يا حبيبي سيدنا الإمام علي قال اسألوني قبل أن تفقدوني، أنا أعرف منكم بالسماوات وبالمجرات وبالأرض وبالأسرار. قال له كم شعرف يبدأني. انتبهوا أيها الحق، ما بدي لم تترك لي صديق لشهد صديق. هودي أعداد، بدنا العدة. أنا مني عدد، أنا عدة. I'm not a number, I am a member. Just remember that you are a member. تذكر انك صاحب ذكر مش سكر. لهالسبب كثير من الناس بيقولوا لي رح تخسري كل الناس والمشاهدين. انا ما عندي مشاهدين ولا ناس، عندي الشادو كله ديليت وبلوك. ما بدي قعده. عنا 10 مليون بالنهار بيفوتوا على مريم نور أونلاين. إذا شي واحد استنار بهالنهار قبضنا أجرتنا. وكتار اللي عم بيقروا أوشو ومش مصدقين، هو بحكي معهم، بيقروا ميتشو كوشي ولويز هاي وكارولين ميس والنيو ايج بوكس، هو دي. ما في لزوم نحكي مع بعضنا، عنا صمت. ما بقى في كلام، اتمنى شايفين الشمس. وقت اللي بيصير لي اقعد بصمت معك بقعد سنين، ملايين من السنين. الصامت والاكبر بدي اقعد مع اهل الجدل. ما في لك هالجدل بلا عقل. شوف وين وصلنا. عرفت اليوم كم انفجار صار؟ الا بدل ما نحكي هيك تعالنا نعمل ذكر، تعيدا ندعي، تعيدا نصوم. شو بدي يعملنا الذكر والصيام؟ ينقبروا ويموتوا. ما هلأ كنت مقهورة كم انفجار حديث. دايما الناس بالحروب بينبسطوا أكثر. صار حرب، صار في مصاري أكثر، يلا جيبوا مصريين ننبسط. بس حدا يموت بس يحسوا عنا شيء. مين مات كان بضيع عم بدق جرس حزن؟ مين مات؟ يلا قوم دور على الدفن، تسوي شعرهم تبطى فينهم. بصير نبكي. من حوالي 40 سنة أو 45 سنة كان في باليونسكو مؤتمر الرضاعة من الثدي، التروح. كنت بعدني هيك بهلي وصدق الجمعيات والمجمعات وهيك، كلني حماس بدي اشتغل. رحت هاليونسكو في شي 5 نسوان وكلهم رجال، وشي 12 رجل منهم اطباء وما بعرف شو عم بيحكوا عن الرضاعه من الثدي. رحت مع صاحبتي، اجاني معقوله الرجال عم تحكي عن الرضاعه من الثدي؟ قال ايه ودي معلمين عيب. رفعت ايدي من انا وصغيره وصبيه وكبيره وقحه. قلت له بحب اسال في شي طبيب رضاع؟ بتعرفوا بالرضاعه؟ يعني مثل اللي بيحكي عن سيارة ميكانيك سيارة وما عنده سيارة. زقفوا مشيت وتركت. هني زقفوا تأرجع تفضلي مدام احكيهم. قلت له لا، طالما هيدا هو الجمهور. وينك يا جمهور؟ ما في ولا جوهرة بهالجمهور. على الهوارة رجعت جمعيات وجمعيات. جرب بيقعدوا بالصفوف الأمامية، ما كان في تلفزيونات هيك بس يتصوروا. قلت ما في إلا أفتح حسابي. بس وحدة كانت جمعية، بس كل هالجماعه One Women's Show، كل الأوركسترا بمرة. وبعد بس هلأ 2-3 أوقات 4 و5 بقول الله صرنا كتار بدنا نعمل جماعة منفتش على أرض. قلت لهم 5-6 بكفوا إن شاء الله نلاقي أرض. بحب الشوف أو الجنوب ونعمر بيت كبير ومقابر.
بيوت من طين وحوارة مطر. صعب كتير إنسان مثلي ومثلك إذا أنا كنت هيك نعيش بمجتمع بمجمع بالزيارات والصالونات. أوقات بتضحك هيك بروح على مقهى حد بيت فيه هيك بتطلعوا شو بدها تشرب، كون أختي معي بقول له بس جيب لي مي، صاروا بيعرفوا بحط قهوة. شو هي قهوة شعير من دوقة طيبة؟ بقول له أكيد طيبة، شو بدي أكل أنا؟ منين جبتيها؟ من أمريكا. نحن بنعملها بنشوف هالحليب، حليب رز من سويسرا نحن بنعمل. وهذا شو السكر؟ دبس. هيدا شغلنا الدبس، شغل الفقراء. بس لما ببلشوا يحكوا ما برد، بفتح كتاب دايما بروح مع كتاب وقحة تغري بلش يحكوا هاي، بفتح الكتاب بطلع بيقوم. وإذا حدا حقيقة من أهل العقل وأهل التفكر والذكر وأهل الألم والعلم تفضل، ولكن حتى أوصل لشخص هيك بدي 99 جاهل تأوصل للعقل. بيجي لعندي شخص بدي شوفك أنا بعرف فلان، بكون فلانك صديق عزيز، هي بياخد كتاب وبروح بلاقي كرشي قدامه هالآن أنا بشفي مدى، وبقول له هي أشو؟ ما أنا بشفي من الله، أنا شفيت ناس وعملت هيك وبعطي أعشاب. خي أنا ماني معزية تأكل أعشاب، العشبة ما بتشفي، العشبة كذبة بأمة العرب على هالمحطات اللي حاطينهم عم بيحكوا 99 كذابين، ما في إلا بالنيو تي في وهون والباقي كله كذب. هذا اللي ببيعش بعرف صديقتي درسنا سوا، اجت حضرت مؤتمر بأمستردام، ما بقدر لكم شو حاطه على التلفزيون، هي صاحبة التلفزيون بقول له ليش حاطه هالمرة، انت بتعرفي انه هي كذبة من شكله وحلقته وقدامي كله كذب الحكي. قالت بس بدنا نرضي العرب لانه هن مساهمين معنا بالتلفزيون. قلت له والرب ما بدك تهدي امين شيء قليله شو عندن امراض وتعتير، ما بيعرفوا، مش كل الناس بتعرف الله. شيء واحد حي الله بدها ترضي العرب مساهمين، بدنا نحطوا لهم للعرب هشك بشك سيليكونات عم بتهز. بس نحن لازم نعرف نشوف الفرق بين الجوهرة وبين الحجرة. فإذا مع أهل الجدل ما بيبني عقل، بس بدنا ناس، هودي مش ناس، نص ناس، نص ناس. النص ناس أحلى بيعربش بيطلع بشي، بس نصها ربع أموات. مثل ابن نوح قال له هذا ابن إنه عمل غير صالح. هم بدنا نكون قوية نعرف الأقربون إلى الله أو بالمعروف، مش الأقربون إلى الجيبة أو إلى الدم. صلة الأرحام بدنا رحمة، بدنا نروح مع صلة الأرحام. بس هيك الجدل الله يخليكم هبل. بفتح وقتها التلفزيون هيك ومن وقت لوقت فقسهم، عندي 500 محطة بتعرف اللي عنده ساتلايت، سكرتهم كله خليت 10. من هالعشرة سمارت مهاريشي النيو تي في تنتقد حالي شوف وين غلط وحسي ديسكفري تشانل تبع الحيوانات. بس نادرا ما لاقي شيء برنامج أهل محطات العشرة المهراج بسمع، بس ما عندي ولا محطة لأن شايفينه الكفن. فإذا تبني صداقات لك ومنحكي اختصار، بتلفن مثلا بدي تاكسي مرتبطة بشركة، ما اسمه تشارلي تاكسي، ما بقول تشارلي تاكسي ما أنا طالب الرقم هني بيقولوا تشارلي تاكسي، إلا مريم نور على البيت. بعدين صار يقول ستنا صرنا نعرف صوتك، بيعرفوا ما بدي أحكي زيادة على البيت.
بيطلع بالسيارة بيعرف، ما بيحط راديو ولا بيفتح لي صوت المكتب وين صرت وين روح 65 30 40، بيقطعوا نفس، بيبعثوا لي ناس ما بتدخن، بطلع بقول له بيت السلام، فتح كتابي. ولكن بيعرفوني يمكن أكثر زبوني عندهم، بكرمهم بذكرهم كل ما بسافر بهدية، بحس إنه هيدا أهل بيتي هون، وعم تقل دم بدفع ثمنه، وهيك بتعامل. ما بياخد تاكسي عن الطريق، بحس بدي اقول انت مريم نور، بدي طفل لمرتي، بدي اسالها بس عندها وجع راس، كاني فاتحه عياده نقاري. هاي العلم له احترام والانسان له ادب، ما برد بس حدا خاصه ولاد صغار بسرعه مريم نور مريم نور، بيبقى امهم وبيهم حدا في ادب. هي ما بتصير بالغرب، وانا معروفه مثل ما اني معروفه هون، بحط التلفزيون عندي شانلتين اعلاميا عمليا معروفة، من بيوت من رئيس الجمهورية إلى اللي بيكنس الطريق. بأمريكا العلم مكرم، بخدمتك المحامي والمحافظ والمير والكونغرسمان، ما فيها الاستكبار. يعني رئيس الجمهورية مواطن بيعيش على نفقة الشعب، فإذا ننتبه الجدل. شوفوا زياراتنا، قلوا نعزموني على عقل مش على الأكل، كل الوقت نقعد على الصفرة وبناكل شو هذا، ومنجيب كاس وميزات وبعدين قهوة ومشروبات. يا خيي ما وكيف ليت نام؟ نام ومات. طبعا نام ومات، ما هيدا حياته؟ ليش عنده حياة؟ ليش هو عايش؟ يا ما في أموات بس مش عارفين، ناطرين الوقت تنفوت على التابوت، هي اللي بفوت على الملكوت قبل ما يموت. فإذا الجدل والتفصيل الممل بدنا لا يمل. كل البرامج التلفزيونية تسكر إلا إذا بدكم جدل وتفصيل ممل وهبل. شوفوا وين وصلنا، نختصر بالسؤال. أجمل كلمة نحن وي، وأضعف كلمة أنا. المسيح قال ليكن كلامكم نعم نعم لا لا، تأكيد. اختصر، اغتنمت وربحت، دائما موجز. هلا ما بقى في موجز، لا موجز اخبار ولا موجز احبار ولا موجز اختبار، ان شاء الله يكون موجز الكذب. شو بنعمل اذا ما بدنا نتسير وما بدنا نتجادل وما بدنا نتحاور؟ بدنا ناخد ونعطي، لا عم تاخد ولا عم تعطي. شوف شو هالتعاطي، ما بدي لا تاخد لا تعطي ولا تعيطي. الكتاب أفضل وسيلة. قبل الكتاب كن عندك هدف أبعد من حدود جسمك ومرتك وولادك وبيتك وشغلك وأموالك. هدف اسمه الموت. أنا هي الهدف عندي. هالهدف بخليني أقرأ وعيش مع جماعات موحدين. عرفني على معلم اسمه أوشا، معلم اسمه أوشي، بقرأ بهالكتب. كل حركة النيو ايج، الوعي consciousness، في كتب، في انترنت، في مواقع بتوقع فيها بالحب وبترتفع، بتعترف على نفسك وبتشوف انت يا الله، بتتعرف مين هي. I want to know، بحب اعرف ليش انا هون، شو جيت اعمل، منين جيت، لوين رايحه. فيكي
اختاري اللي عرفه وقعدي مع العارفين. المفتاح كتاب، بعد الكتاب كتاب، بعد الكتاب تأمل 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 تأمل. واحد راح لعند العارفين وشاف واحد قاعد على شط البحر، قال له شو بدي أعمل تعرف حالي؟ كتب كلمة تأمل. قال له شو كمان؟ كبرة. شو كمان؟ كبرة. شو مديتيشن. قام راح تأمل ساعة خير من عبادة 70 عام. تأمل وشوف الجدل، تأمل شوف الهبل، تأمل شوف الناس كيف ماشيين، تأمل شوف وين ما كنت بأي بلد التياب بتشبه بعضها، مش بس الناس، ما كلنا شوف ولادنا شو عم تلبس، الشباب، البنات، الأم اللي بعمري اللي بعمرك اللي ما بقى في تياب، في فيترينات عم بتفرجيك العريانين، هن ولابسين عريانين وهن وعريانين عاريين. شوفوا تيابنا، أمريكا عندها تياب مثل ما بلبس فضفاضة من كل الطبقات وكل القياسات وعندها كل شيء. لا بالأم العربية الحمد لله نحن راقيين، المحل الراقي هذا هو الرقي. تياب مرقعة، ضيقين، مرقعين، ماشيين سيلولر، مزين شعراتهم، حاطين هل الشعر اللي بيوقف ما ادري شو اسمه، وهون سيليكوني. ليش عم نعمل هيك؟ ما بنعرف. وقف انتيناتو لانه موضه دائما هيك. هيدا الناس هي حسناتهم بيقعدوا بالصالونات، هيدا اللي بيحبوه بالأوتيل، بالصالون، بالبيت، على التليفون، تليفون هون تليفون هون، وعم بيسوق. عملت صفقة اليوم $1,000,000، هاي صفقة انت واهل بيتك. اللي معه 100,000,000,000 معه $1,000,000 المال بيشتري تخت بس ما بيشتري نومة هنية، بيشتري بيت بس ما بيشتري دار أو منزل هوم أو طمأنينة، بيشتري حجار وبيشتري بشر، بيشتري دواء ما بيشتري صحة، بيشتري كتاب بيشتري اختبار، بيشتري شهادة على الحيط ما بيشتري شهادة بقلبه، بيشتري أبراج ما بيشتري درج سلم إلى الحياة. شوف الأغنياء، شوف الملك إسكندر، وشوف ديوجين، شوف الفقراء الأغنياء، وشوف في أغنياء أغنياء. أكبر بنته ملك وهي أميرة، كانوا من أغنياء العالم، بس عرفت تعيش بهالمال نيالهم، ما زهدوا بالمال، زهدوا بالفقر. هو قليل او شو هيك اغنى رجل في التاريخ، ساعة $1,000,000 200-300 ساعة، وساعة $1 مثله يحطهم يلبسهم، حطوا كل المال، عملوا جنة بالارض، جيبوا البتكن ياه، خلال 10 سنين شبعوا، ما عاد في خمرة اشربوا، سيارات بتريدوها، طيارات. هاي الجنة انه يكون عندك وتتحكم انت فيهم، ما تتحكم فيك السيارة والطيارة. ساعة بدولار وساعة بمليون مثل بعضهم، اثنينهم زيني واثنينهم لعبة، واذا في حسد بقلبك وفي غيري وبدك اعملهم. ربي خلق 1,000,000 نجمة، وفي انسان مثل التاني، شو هالكرم، شو هالعدد والعدة. ما تقعد على بركان من الكبت وينفجر مثل ما عم بيصير، لا. أول 50,000 بالجماعة بس عاشوا الشبع. أيها الفقر، لو كان الفقر رجل لقتلته. قال هلأ أنتوا 50 جيبوا 50 فقير من برا، هون هوملس صاروا 100، يا بتصيروا مثلهم يا مثلكم. عاشر القوم 40 يوم، يا بتصير مثله يا بترحل عنه. برامج سرسرة ما في، علوم
المية صاروا 200، الـ200 صاروا مليون. قال لهم غيروا أمريكا. وعرف ريغان وقتله. قال لهم إيه رح يقتلني رئيس جمهورية أمريكا ولكن بيقتل الجسد. قال له يا ريغان الكتاب اليوم صلبت المسيح مرة تانية. كل يوم عم نصلب المسيح. قال له بعد 2000 سنة صلبته بس المسيح حي. افتحوا أوشو حول العالم المراكز علوم وجامعات ومالتيفيرسيتي. إذا كنت فقير بتروح تتعلم، إذا كنت غني بتروح بتدفع، والفقير بيصير غني بيكتشف قديش هو غني. هودي 10 موظفين عندك بهالشركة وكل موظف عنده 10. عندك عقل بتستخدم، بتكتب، بترقص، بترسم، بتطبخ، بتحلم، بتعلم، بتحكم، بتطبب. مالتيفيرسيتي، علوم لا تنتهي إلى بداية ولا نهاية. في حدا فقير، في حدا شحاد، أشهده مش أشحده. بس بدي شيل الجدل من صالوناتنا. شو بتاكلي مدام؟ كن بعد ما قعدنا يا أخي ما جايين ناكل، جوعانين بس مش للأكل. سو قبل ما نروح لمطرح بحط الشروط وطلبات. ما في أكل، العطشان بيمشرب بس. تليفونات بتسكروا، بدق التليفون سبب منعوني فوت على السعودية بسبب اني رحت على حسابي تفرجيكم مش هني دفعوا لي. رحت على جمعية الفيصلية بجدة وانا بحب المسؤولة هونيك. لقيتهم بيردوا على التليفونات وانا عم بحكي. قلت لهم يا اخوتي لا شارون رح يستشيركم ولا بوش، مدعوسينا بلا ما يستشيرونا. مافيا بهالعالم حيتمتنا. طفولي هاي، لا فلاني أميرة فلاني بي فلان. يا خي أنا بي الله، مش هالبي الأمير فلان مخلف حي الله. في أدب للعلم. وإذا بدك تسأل نعم فيني شد صدري عندي شوي هو. يا أختي شدي عقلتي، كان جاي شد أنا مروحة وكلماتي شوكينج ثيرابي. بأمريكا بيدفعوا 99 مليون دولار بالسنة وحدة اسمها دكتور روث وهالتانية. وأنا أجرأ منها وأعلم بعلمه اللي بيعرفوها. بروح حسابي وبتبهدل. بفتي ما في أدب، في جدل. قلت لها أنا ما فيكم تمنعوا العالم بقلبي، العوالم كلها وفي انطوى العالم أكبر. ما بدي أهل الجدل وأهل الهبل، ريحتوني. أكثر الناس اللي بتحب هالبرنامج من السعودية. ما معناته إذا 2 3 عندهم جدل وهبل، مبارح عندهم هبل برك اليوم تحسنوا. مش كل البلد هيك. إذا سرقتك 5.5 يمكن اندمت 5-6 إلا ربع. ما منضل مساطيل وممنوع أنت تفوت لهون وممنوع أنت تدرس هون، منحط حواجز ومنشيل هي كفر حلق طلو راسه. اللي وصلنا له الجدل باسم الدين. مش بس هون، بكل الكون. جان دارك حرقني وبعدين عمل لي قديسة. كلنا عنا جهل عنا جدل، بس أي متى بدنا نخلص من هالهبل؟ واحد واحد مش جماعة، ما فينا. بس كل واحد الباب ضيق. بدك تقول العالم تليت وبلوك ما بدي، كل من عليها فان، يا دنيا غري غيري. وقت بيصير لك تقعد مع السالكين والعارفين يا الله ما رح تعرف الفرق إلا ما تقعد مع الجوهرجي. بتقول له شكرا للمقلعجة والكندرجة كتير منيح، بس أنا بدي هيدا. من حقي اختار بلا ما احتار. انت شو بدك؟ أنا جليس من أحبني. إذا ذكرتني بقلبك بذكرك بقلبي، ذكرتني على نفسك. مان بدك تكون كون. هيدي الحرية، انك انت تعيش بقلبك مثل ما انت بدك. بين الناس وبين المجتمع فيك تكون، فيك تكون مهذب او مثل قليل التهذيب.
أبوائها، لأني عرفت وشفت من قبلي ومن غيري. إذا كنت جوعان ما حدا بيجيب لك رغيف، وإذا كنت شبعان ما حدا بيقول لك صحتي، وإذا كنت عطشان ما حدا بيجيب لك نقطة مي. حبوني ولادي أنا وغنية، وحبني جوزي أنا وقوية. هيدا شيء شعار معروف. مين اللي بيحبك وبتحبه؟ أهل البيت بس، أهل الطريق السالكين. لأنه وقت بخدمك عم بخدم نفسي، بس ما بدي أخدم الجاهل، بدي أروح لعند العاقل أخدمه ويخدمني. وقت بيصير لي أقعد عند أوشو أو مع كيرتي أو مع نواف الشبلي أو حسان العقوبي، هالناس مع ميشيل حتي مع نوال فليحان أهل بيت السلام، بدي أقعد راسي وإيدي وإجري دخيلك في شي أعمل. ما بدي أهل الجدل وأهل الهبل، بدي أهل العقل والأسرار والأبعاد. بصير الكلام معهم صمت، والصمت صوت وصورة وصلاة وصلة وصيام عن الجوارح. بصير بفتش على ناس عندهم خدمة مقدسة ومكرسة ومثل هالمحطة. مش قلت له إذا ما معي حق السيارة أو الطيارة بيجي ماشي على سمارت سوي، وإن شاء الله ما تبقى وحدة، وإن شاء الله متكلين على الله. كثير عندهم اتكال على الله الشباب، هيدا مهم. أنا ما عندي أمل بالأمة العربية أبدا. تحس إذا نجحوا بقشطون المحطة تينزلوا فيها هشك بشك وسيليكونات، لأن شفت هيك بهالأمة العربية. شفت عشرات المحطات بتطلع من هالأمة العربية، ما في محطة بلا انحطاط. بيطلع الأذان بيوقفوا الهشك بشك، بيرفعوا الأذان وبيرجعوا. يا الله وين صرنا؟ وين رجال الدين؟ وين علماء المسلمين؟ ليش ما عم فينا نحكي؟ مين عم نسير ونساوي؟ بدي رضا مين؟ قال له ما بدي إلا رضاك، بس أنت تكون راضي عني. نحن لا، بدي يكون راضي عني. أهل البترول مش الرسول. فإذا أهل الجدل هن أهل الجيب، وأهل الإعجل وتوكل أهل القلب. شوفوا وين في سالكين وبتلاقون أهل القلب بيعرفوا السالكين. بعرف أنه بمصر بروع عند مريم، بعمان بروع عند أسامة ومنور، والشباب بالمحطة وعم بيزيدوا. إذا بنزرع بنحصد، بس النسبة بالأمة العربية واحد على مليون يمكن، ولكن بالغرب 20% في سالكين. شوفوا الفرق. مشان هيك المعلم قال لي مريم هون فيك تعيش وفيك تموت وبكل حرية وبكل غنى وبكل فقر. في كتير عرب هلأ هيك. في شخص جاي من كاليفورنيا فؤاد العبد، شفته اجى عن بيت السلام وهلا عنده californiagarden.com. قال لي جاي تشوفك وعندنا مشروع نعمل هيك للعرب بامريكا. ما بعرف، عم بيشوفوا العرب ما عندهم حياه هون. اهل القلب بيرجعوا. قال لي برجع على دوما على لبنان على وين كنت بحس حالي غريب. العربي من السويد بيجي غريب. العربي اللي خارج الام العربيه بس يرجعوا صاروا غرباء. يلي صاحيين صار عم نفكر إذا بنرجع كلنا على الغرب أو ما بعرف شرق غرب هند يابان سند، بس بالأمة العربية بيقولوا لي أنتم ما عندكم حرية التفكير يا إلهي. بس قلت لهم بلشت في محطة وفي 4 برامج على نيو تي في، وهلأ في على الإنترنت مريم نور أونلاين، وقريباً www.hizbalhamir.com.
ضدكه. حزب الحمير ما منعرف مين عامله، بس مهضومين كتبوا لي وقالوا لي رح يكون مميز في العالم عربي انجليزي، لانه شعار الحمار اللي عنده صبر، اللي عنده صمت وعنده حكمه وعنده تحمل. في كثير هلا بده يطلع مواقع في الامه العربيه بتحكي توحيد وتحكي علم، مشان هيك بنشجع وي لاف لبنان، وي لاف ليبيا، وي لاف سوريا، وي لاف الاردن. هلا موجود وي لاف جوردن 12 سنه، عز عامل هالموقع. وي لاف البحرين، وي لاف اليمن. تنحب البلد باللغة العربية وإنجليزي وبالاسم العربي، مش يمن. وي لاف مصر. عملوا مواقع ونصير نساعد بعضنا، وما تخافوا تقول يي ما معي مصاري، بس يقولوا ما معي مصاري أنا بعمل ديليت. وي لاف سوريا ما قالوا ما معي مصاري، رح يكونوا من أغنياء العالم، اجتهم رزقة بالملايين، رح يوزعوها على لبنان. وي لاف لبنان كل المواقع يلي فعلا عم بيعملوا بخدمة مكرسة. من كتاب ينزل قريبا. بدنا بكل بلد عربي إن شاء الله هلأ الأردن يكون فيها دار نشر وتقول أنا بقدم كتاب طباعة وتوزيع. مريم نور بتقول بنقدم نحن الكتاب باللغة العربية، بينطبع عندكم وبتوزعوه مجانا وبيشتروه الناس، ومنقول هالكتاب مقدم إلى الأردن. وي لاف الأردن، ملايين من الكتب، لأنه مع الوقت بيصير عندنا كتاب اسمه الأردن، لبنان، سوريا، باسم بلادنا العربية، ليبيا، جزائر، كل الناطقين باللغة العربية. وبهالكتاب منحط أجمل شيء ببلادنا، بصير ولادنا يحبوا العالم العربي، ومثل ما وحدناه بالكتاب وحدناه بالقلب. بصير عندنا مكتبة مش بورنوغرافي. بجوارير تخوته ومحطات التلفزيونات شو الولاد ما بتشوف. بصير عندنا كتب جميلة بتحكي عن الكبت، كل أنواع الكبت، عن المخدرات، عن الإدمان وكل أنواع الإدمان، عن الجمال وكل أنواع القباحة، كلها بكتبنا. كتاب اسمه لبنان، بتشوفي أجمل شيء بلبنان، ما بتشوفي اللي عم بيصير بالمطاعم وبالكباريات وبالليالي. لا، بالأردن بتشوفي شوف مين مرق بالأردن، مين إجا بيرك الأرض. فإذا اليوم بدنا نرجع نتذكر ونقول للجدل ديليت وبلوك، خير الكلام ما قل ودل. وإذا قلت أي كلمة الموجز ليكن كلامنا نعم نعم أو لا لا، وتكون أفعالنا كلها نعم وبركات بكل العالم. بشكركم ومنلتقى بكل لحظة بدون ما يكون عندنا جدل.